بقى مين افضل لاعب في 2019 بخلاف طبعا زي ما قلنا محمد صلاح من وجهه نظرك في مصر؟ في مصر هنا؟ انا من وجهه نظري الدور الثاني عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي قبليه لا خلاص بقى ما فيش دور تاني ولا تالت، احنا بنتكلم في السنه 2019 لان احنا هنعمل يعني هنعمل كده اللعيب استفتاء للعيب وهنطلع جائزه كبيره لافضل لاعب في الكره المصريه. يبقى عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد كابتن رمضان صبحي. رمضان صبحي يعني في اتنين رمضان صبحي طبعا. رمضان يعني طيب وانا عايز اقول للناس ان هيبقى يكون عندنا استفتاء لافضل لاعب وان شاء الله هيكون في يعني بس رمضان يعني الفتره دي يعني الدور الجديد انت بتتكلم على الدور ممكن رمضان في كاس الامم الافريقيه لفت النظر بشكل كبير جدا. لا على فكره هو شابتيه برضه لعيبه معاه يعني ما يعني تالق رمضان جه في اخر ثلاث ماتشات بالظبط انما كان في لعيبه شايله المنتخب من اول ماتش تمام زي احمد فتوح زي بيكهام زي اكرم توفيق زي اسامه جلال بصراحه مصطفى اكرم توفيق برافو عليك هو اللي طقطق بقى في الاخر عشان الناس دايما بتفتكر اللي هو النهائي تمام. طبعا نيجي بقى لتوقعات 2020 2020 تتوقع مين بطل الدوري المصري؟ لا انت كده بتسال سؤال مش في محله يا مهيب. ليه انت تقول تتاكد من مين بطل الدوري في مصر؟ بلاش العصبيه دي. العصبيه خالص اهلاوي. طب اسال كابتن رضا. طب اسال كابتن رضا عبد العال. انا مش بلاش اساله في ايه؟ قول له مين بطل الدوري؟ انت بتوجهني ليه في الاسئله؟ ما توجهنيش في الاسئله، انا بسال سؤال هو كلمه. لا يا جدع يا جدع احنا قاعدين الاهلي بطل الدوري. طب ايه ده اصل يعني في كلام كده متعصب. لا هو هو الاهلي حسم الدوري مش عايزين نختلف. ايوه لازم بقى المقدمه بتاعته دي. لا هو الاهلي حسم الدوري وحسم الدوري بمساعده الزمالك وبيراميدز. كلمه توقع دي يعني فيها حاجه 50% و50%. لما تقول حتى توقع طب ما انت كنت متوقع ان محمد مصطفى محمد ما يجيبش جوان. ما فيها 50 برضه فيها 50 جاب جول واحد بس. طب بقول لك ايه؟ بص يا كابتن رضا بقول لك ايه؟ عايز يقول ايه؟ ثواني يا كابتن رضا ثواني يا كابتن رضا هو اللي جابه لنفسه.